يستاهلون ستيكر 8 بورشنز لأنهم جابوا طعم بيتزا نيويورك للخبر، ويستخدمون الخميرة الطبيعية اللي تساعد في الهضم بدل الخميرة الصناعية اللي متعودين عليها، وأمانة جابوا الطعم الأصيل. وجربوهم وشوفوا أنتوا رأيكم في الموضوع. بالنسبة لي صنفتهم حاليا أفضل بيتزا بالخبر، الدمام ما أدري إيش اللي فيها لكن بالخبر، وتعدوا حتى البيتزا اللي كنت مصنفها سابقا اللي هي رونالدو.